اليوم نبي نحفظ، مو كلنا نسمع. فعلا طلعوه من الانترنت، حفظوه وحفظوا عيالكم. كمام شفاف يحميكم من كل المشاكل والأمراض، وهو دعاء للنبي يستعيذ بوجه الله العظيم. فش يقول؟ يقول: أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر كل ذي شر، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. شوف إيش حالات الدعاء، هي مجرد تقولها تحس براحة نفسية، تحس إنه فعلا صار عندك صمام أمان نفسي قلبي جسدي من كل النواحي. بس ينقص شيء واحد، تقوله وأنت موقن اليقين.